للمزيد من المتابعة في هذه التغطية الحية على شاشة التلفزيون المصري لقمة القاهرة للسلام، والهدف هو كبح جماح الأزمة الحالية سواء في قطاع غزة أو لدفع القضية الفلسطينية قدما وفق حقوق الشعب الفلسطيني في حقوق المشروع. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية من الأردن. برحب بحضرتك دكتور عصام. اهلا يا مرحبا، اهلا وسهلا. دكتور عصام، مواقف واضحه سواء في رياده مصريه وثوابت حول القضيه الفلسطينيه، وايضا بمشاركه للاردن بنفس المواقف والتوافق حولها. برايك يعني كيف قيمت الكلمات التي قيلت اليوم في الجلسه الافتتاحيه خاصه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني؟ لا شك أن عقد مثل هذه القمة يعني جاء في الوقت المناسب للحديث عن الهجمات الوحشية والضربات الغير إنسانية على قطاع غزة، وجاء هذا المؤتمر لكي يعطي رسالة إلى العالم بأن الدول العربية وخاصة جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وهما الدولتين الشقيقتين المحاذيتين لفلسطين المحتلة هما المتضررتان من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، على اعتبار أن أي تهجير قسري للفلسطينيين لا يمكن إلا أن يمر عبر البوابات إلى جمهورية مصر العربية وعبر نهر الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية. هذه القمة بحضورها المميز وبوجود بعض الدول والممثلين عن بعض الدول الأجنبية يمكن أن يعطي أيضا ويوصل رسالة لم تكن تصلهم عن طريق الإعلام الإسرائيلي الذي يغطي كثير من الحقائق التي يمكن أن تكون مؤثرة في الشعور والوجدان الغربي حتى يتم اتخاذ مواقف سياسية. لكن ما لفت نظري أن كثير من الذي قاله الرئيس السيسي وجلالة الملك عبد الله يصب كله في مصلحة الفلسطينيين. نعم، ولكن اسمح لي دكتور عصام، نحن نتحدث الآن من منطلقات وثوابت للسياسة الأردنية والمصرية والمواقف العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، لكن في الاتجاه المقابل الصلف الإسرائيلي ما زال مستمرا. نتابع الآن على الهواء مباشرة قطاع غزة والقصف الإسرائيلي الذي ما زال متواصلا على أهالي القطاع. نعم صحيح، لذلك أنا كنت يعني في حديثي سآتي على هذا الموضوع على اعتبار أن التوجه السياسي العربي وخاصة من قبل مصر والأردن وهما دولتان مجاورتان لفلسطين المحتلة، إذا لم يكن بد من سماع إسرائيل بصوت العقل الكلام الذي يمكن أن يصب في مصلحة إقامة سلام عادل لجميع الفرقاء في المنطقة، فيبدو أن الإسرائيلي لا يفهم إلا اللغة الأخرى، وعلى ذلك لابد أن يكون هنالك إشارة من قبل القمة على اعتبار أن على إسرائيل أن تأخذ موقفا مماثلا للموقف العربي والأوروبي في إيقاف هذا الحرب والتوجه نحو مفاوضات السلام وإعادة الاعتبار إلى قرارات الشرعية الدولية، وإلا لابد أن يكون التحول من قرار السلام على اعتبار أنه قرار استراتيجي وحيد إلى قرار يكون موازي له، ألا وهو قرار الاستعداد للحرب إذا لم تمتثل إسرائيل إلى دعوات السلام التي تقودها مصر والأردن في هذه الأثناء. لذلك أنا أقول أن هذا المؤتمر جاء في وقته، ولكن يجب أن تكون الضغوطات ليس فقط على المجتمع الأوروبي لكي يقول لإسرائيل ماذا تفعل، لأن النظام السياسي في أوروبا والولايات المتحدة
كلية منحازة إلى إسرائيل، وبالتالي نحن نريد ضغوطا شعبية على أنظمتها الحاكمة. وإضافة إلى ذلك لابد من عقد مؤتمر قمة عربي عاجل تضع جميع الخلافات العربية الجانبية على حدة، والنظر إلى وضع قد يكون له ما بعده من الانتداب الإقليمي ويؤثر على جميع دول المنطقة. نعم، لكن دكتور عصام، عفوا على المقاطعة، لكن أيضا هناك يعني جهود حثيثة لإفراغ القضية من مضمونها السياسي. أصبح الجميع يتحدث فقط عن تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، وهذه هي أولوية وضرورة قصوى في اللحظات التي نتحدث بها، لكن ماذا عن اللحظات القادمة؟ ماذا عن حل القضية بشكل دائم حتى تستقر المنطقة؟ كلام جميل. نعم صحيح، لأن نحن لا نريد أن تتحول هذه القضية إلى قضية إنسانية وقضية معاناة تتبعها معونات اقتصادية لتخفيف الأعباء الإنسانية وننسى القضية الفلسطينية. الآن المطروح هو ليس فقط سيناريوهات الحرب على غزة، بقدر ما هو المطروح ما هي السيناريوهات ما بعد غزو غزة، وهذه الأمور كلها تصب في صميم الوضع العربي الإقليمي وخاصة في الأردن وفي جمهورية مصر العربية. لذلك هنا كان يجب أن يتم توضيح هذه المعادلة، على اعتبار أن الدول العربية الآن تعي دراسة سيناريوهات ما بعد الغزو التي تحاول من خلال إسرائيل إلى إعادة القضية الفلسطينية على أساس أنها قضية إنسانية اقتصادية، وإبعاد القيادات الفلسطينية التي تدعم الدعوة العربية لإقامة مشروع سلام يقوم على حل الدولتين. هذه يعني أعتقد هي إحدى السبل التي يجب أن يتم الحديث عنها، والتأكيد على أن الظلم الإسرائيلي لا يمكن أن يعطي سلاما، وأن التهجير القسري لا يمكن أن يكون مقبولا لا من مصر ولا من الأردن، وأن حق تقرير المصير للفلسطينيين لا يكون إلا على أراضيهم، وأن إعادة الامتثال للشرعية الدولية هو الأساس. لكن عندما جاء بايدن في زيارته الأولى في وزارة القدس أعلن عن وفاة حل الدولتين، كيف الآن البعض ينادي بحل الدولتين وقد اتخذت إسرائيل والولايات المتحدة قرارا بأن حل الدولتين لا يمكن التوصل إليه؟ لا يمكن أن يتم إعادة إسرائيل إلى هذا المسار إلا إذا وجدت أن هنالك قوة عربية جاهزة تستطيع من خلال الضغط أن تقول أن هنالك خياران، خيار السلام وخيار حرب. فعلى إسرائيل أن تختار التعامل مع الدول العربية التي وقعت معها اتفاقات سواء بكامب ديفيد أو في وادي عربة أو في اتفاق أوسلو، لكن أدارت إسرائيل ظهرها بكل هذه الاتفاقات ولم تحترم حتى قرارات الدول العربية التي كانت في كثير من الأحيان تحاول أن تسهل الطريق على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى مشروع تسوية عادل، إلا أن إسرائيل كانت دائما تضرب بهذه الأمور عرض الحائط ولا تعود إليها. يبدو أن عملية غزة و7 أكتوبر أعادت الذاكرة النصر المصري الذي حققته القوات المصرية في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف وأجبرت إسرائيل على الانسحاب وتوقيع اتفاقية سلام. إذا هذا العمل العسكري الذي قامت به المقاومة سيجبر إسرائيل على إعادة النظر في كل استراتيجيتها العسكرية والأمنية التي ضربت في الصميم في اليوم 7 أكتوبر، لكي تنظر أن هؤلاء أو هذا الشعب الفلسطيني يجب أن يكون له دولة ويجب أن يتم التعامل معه. وربما نتحدث على مربط الفرس الحياة على أرضه. ما ورد في الكلمات المختلفة التي تبعناها من كافة الأطراف المشاركة سواء الأطراف الأجنبية أو الأطراف العربية، يعني يمكن استخدام التعبيرات اختلف إلى حد كبير ما بين الكيانات الغربية والكيانات العربية والإسلامية في وصف الأزمة، وهذه هي دايما ما تقف أمامنا حجر عثرة في تحديد المقاومة أم الإرهاب. يعني هو صحيح عندما تقارني ما بين
الأحاديث التي تخرج عن السياسيين العرب تختلف كلية عن التصاريح والأحاديث التي تخرج عن السياسيين أو المنظمات الحكومية التابعة لأنظمة أوروبية وغربية وأمريكية، على اعتبار أنهم يعني يعتبروا أن إسرائيل هي الضحية وأن الفلسطينيين وحماس هم الجلاد الذي يبتق في الإسرائيليين. هذه الصورة يجب أن نحاول إعادة رسمها مرة ثانية من خلال منظور عربي وليس منظور إسرائيلي، وعليهم أن يسمعوا بأذن عربية وليس فقط بأذن إسرائيلية، لأن الإعلام الممنهد والذي استطاعت إسرائيل أن تقلب فيه الحقائق إلى أكاذيب صدقها رئيس أكبر دولة في العالم، على اعتبار أن المقاومة هي التي قصفت المستشفيات ومستشفى المعمداني، وأن المقاومة هي التي قطعت رؤوس الأطفال في غلاف غزة، كل هذه ثم عادوا واعترفوا أنهم ضللوا. وأنا أعتقد أن هذه الانتكاسة في الاجتماع إلى إعلام مزيف، أعتقد أنها لا تصب بصالح لا أمريكا ولا الغرب ولا حتى إسرائيل. على الجميع أن يرى الحقائق على ما على طبيعتها على الأرض، كما نشاهد الآن ونسمع أن كثير من المنظمات الدولية والأفراد والسياسيين والمفكرين أصبحوا ينقلوا هذه الحقائق واقعيا عن الأرض إلى دولهم وإلى مجالس نوابهم وإلى الأنظمة الحاكمة في بلادهم، وهنالك أصبحت استقالات في بريطانيا من حزب العمل، وكذلك كان هنالك عجوب كبير من الديمقراطيين في دعمهم إلى بايدن، وهو الذي يعني يستجدي النجاح في انتخابات 2024. نعم. واليوم المظاهرات تجوب العاصمة البريطانية لندن لدعم القضية الفلسطينية، لكن أيضا تغيير ديموغرافيا الأرض، يعني ليس فقط على مستوى التعبيرات أو الألفاظ المستخدمة نتحدث، لكن أيضا في الخرائط، في الصور، في الحقائق، واستخدام حروب الجيل الرابع في هذا الأمر، التزييف المتعمد. يعني هو حقيقة هذا ما نلاحظه من خلال التزويد اللامتناهي لإسرائيل في التكنولوجيا العسكرية، أنا لا أقول بالجيل الرابع وقد يكون الجيل الرابع والخامس، لأن تصريحات بايدن الأخيرة سواء لما كان في إسرائيل ولا أو بعد خروجه منها وعقد مؤتمر صحفي ومن ثم الخطاب للأمة عندما قال لن أسمح لحماس ولا لبوتين بالانتصار، هذا يعني أن هذا الرجل يقود عملية استراتيجية جديدة في الشرق الأوسط وفي أوروبا، لأنه يجد أن إزاحة الولايات المتحدة عن هرم القطبية الأحادية يشكل هاجسا كبيرا للأمن القومي الأمريكي، ولكن معطيات الجيو استراتيجية المتغيرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم تشي بأن هنالك تغييرات جوهرية على الجيوبوليتيك الموجود في منطقة الشرق الأوسط بالدرجة الأولى، وإذا ما انتصرت روسيا في أوكرانيا فسيكون أيضا التغيير في الجيوبوليتيك الأوروبي، وإذا الولايات المتحدة لا تقبل لأوروبا بأن تبتعد عنها أو تتنصل من علاقتها مع الولايات المتحدة، ولكن إذا طالت حرب أوكرانيا وروسيا فأعتقد أن أوروبا لن يكون بمقدورها استمرار الدعم اللوجستي والمادي والعسكري لأوكرانيا، إضافة نعم. إلى أن الولايات المتحدة التحدي على مستوى أوكرانيا وإسرائيل، التحدي على مستوى كبير، وربما ينظر بخريطة سياسية مختلفة في ظل هذه التطورات العالمية. لكن ماذا عن المحاسبة؟ محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب، محاسبتها عن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. والله السؤال مهم جدا الحقيقة، أن إسرائيل دائما تفلت من محاسبتها
حسب القانون الدولي. يعني عندما ننظر إلى أن بوتين قد تم إدانته بجرائم حرب في أوكرانيا في الوقت الذي دخل به أوكرانيا، وإسرائيل منذ قيامها حتى الآن، نعم حصل هناك إدانات وقرارات الشرعية الدولية، وكان مطلوب بن غوريون وشارون وكثير من جولدا مائير وشامير، كلهم كانوا مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن كانوا يسافروا ويخرجوا بحريتهم بسبب أنهم تحت المظلة الأمريكية، وأمريكا غير موقعة على مؤتمر روما، وبالتالي هي غير معنية بما يصدر عن محكمة الجنايات الدولية إلا فيما يتعلق بالأمور التي تصب بصالح إسرائيل، ولكن إذا كانت ضد إسرائيل فهي التي تعطي الفيتو الغير ممنوح، يعني الفيتو العلني، لأن أنها هي مع هؤلاء وتقول بأنهم لهم الحق بالدفاع عن أنفسهم، بالتالي تسقط هيبة المحكمة الدولية الجنائية، محكمة الجنايات الدولية، عندما كان المدعي العام للمحكمة أصدر فورا قرار بأن الرئيس البشير مجرم حرب وأن بوتين مجرم حرب، ولكنه للآن يغط في سبات عميق ولا ينظر إلى جرائم إسرائيل وإلى المجازر التي ارتكبتها بحق غزة وأهلها وأطفالها ونسائها. يبدو لي أن مفهوم محاسبة إسرائيل لا يقع على عاتق المحكمة الجنايات الدولية التي تعتبر مهيرة الجناح، لأن ليس لها سلطة تنفيذية على الأرض، لأن هنالك القوى الدولية المناصرة لإسرائيل تمنع تنفيذ مثل هذا الدعاوي التي تصدر عن محكمة الجنايات الدولية. نعم. هل نحن ما زلنا بصدد ازدواجية في المعايير المختلفة في الحكم على الأشياء؟ نعم، منذ نشأة إسرائيل حتى هذا اليوم نحن نعيش معضلة المعايير المزدوجة في التعامل بين الضحية والجلاد، وهذه يعني أعتبر أنها هي رأس المشكلة، والتي دائما ينظر إليها على أن إسرائيل دولة يعني تبحث عن السلام وأنها دولة تريد أن تعيش بطمأنينة، لكن جيرانها هم الذين دائما يعتدون عليها، وخاصة الفلسطينيين وحماس هي التي دائما تبدأ وتقتل الأطفال والنساء والشيوخ، ولكن لم ينظروا إلى موازين القوى وإلى الردع الاستراتيجي التي كانت تقوم به حماس إسرائيل ضد كل الفلسطينيين وحتى ضد الدول العربية، ولكن يبدو أن المعادلة قد انقلبت الآن، وأصبح الردع لدى حماس أكثر منه لدى الإسرائيليين، فقد انهارت فرقة غزة وانهارت المنظومة الأمنية الإسرائيلية وانهارت العقيدة العسكرية لجيش الدفاع الصهيوني الذي لا يقهر كما يقال، لأن هذه الحالة هي التي أصبحت الآن هاجس القيادة العسكرية والقيادة السياسية في إسرائيل، كيف يدخلون غزة والمعنويات منهارة إلى درجة يمكن أن ينهزم الجيش الإسرائيلي ويولون الأدبار تاركين معداتهم وعتادهم في حارات وأزقة غزة، لذلك ما زالوا يؤجلوا هذا العمل في الدخول إلى الحرب البرية، حتى أنهم لم يحصلوا الآن على ما يمكن أن يعتقدوا أن حماس قد خبأته لهذه المرحلة. هذه الأمور هي التي يمكن أن تكون أحد أسباب التأجيل، إضافة إلى أنها كانت تريد أمريكا وإسرائيل بغض النظر عن التصريحات الأمريكية بأنه يجب قهر القاعدة الشعبية التي الموجودة في غزة والتي تدعم حماس، حتى يتم من خلالها نفسيا قهر هذه الحشود الشعبية، وبالتالي يتم الاستسلام أو التهجير القسري بحثا عن لقمة العيش وعن الحياة الكريمة. يبدو لي أن هذا العمل هو الذي يعني يسير مواديا
مع الحشد العسكري لقيام بغزو ممنهج يقوم على تقطيع أوصال القطاع، ومن ثم التهجير القسري إلى جنوب القطاع بحثاً عن لقمة العيش، ويمكن هناك أن يتم التجسس والوصول إلى بعض المواقع عن طريق بعض الفرق المصاحبة للإغاثات الأممية التي تدخل من بعض الدول الأوروبية وخاصة الأمم المتحدة للوصول إلى معاقل ومقرات قيادات حماس والمقاومة الإسلامية. نعم، إذن هي السيناريوهات المطروحة، ننتظر ما ستخرج به قمة القاهرة للسلام اليوم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأردن.